بسم الله الرحمن الرحيم، ولنستعين. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة درس الصديقان وكعكة السكر والفصل السادس من علي مبارك. درس الصديقان وكعكة السكر يتحدث عن الصداقة وكيفية المحافظة على الأصدقاء، وهل يمكننا أن نستغنى عن الأصدقاء بسبب أي شيء آخر؟ صديقان وكعكة سكر بيتكلم عن أحمد ويوسف. أحمد ويوسف هما صديقان منذ الصغر، صديقان بيتعلمان في مدرسة واحدة، وهما الآن في الصف السادس الابتدائي. يبقى هما الاثنين مع بعض، أحمد ويوسف صديقان منذ الصغر في مدرسة واحدة وفي الصف السادس الابتدائي. أثناء تناول الطعام في وقت الفسحة، أحمد عرض على يوسف مقسمة الطعام كما تعوده، متعودين إن هما يقتسموا الطعام إيه مع بعضهم البعض في أثناء الفسحة. ولكن فوجئ أحمد بيوسف يقول له: لا مانع لدي، ولكنني لن أستطيع أن أتقاسم معك كعكة السكر التي أعدتها أمي، فهي شهية وأرغب في تناولها. طبعا موقف أحمد بقى هيكون إيه؟ هل إيه اللي هيحصل لأحمد؟ ظهرت الدهشة على وجه أحمد طبعا، لأنه اندهش من إيه؟ من تصرف يوسف، وأنه رفض أن يعطيه جزءا من كعكة السكر. فقال إيه أحمد ليوسف: وهل ترى أنني لا أستحق جزءا من الكعكة؟ ثم أضاف: على أي حال شكرا لك يا يوسف. ثم حمل غداءه وانصرف إيه وجلس بعيدا. وهنا بدأ يفكر يوسف في اللحظات، وقال لنفسه: ما العيب فيما فعلت؟ أنا أحب الكعك أكثر من أي شيء، وإيه ولم أرفض أن أتشارك في بقية الطعام. يبقى هنا يوسف رفض أن يتقاسم معه إيه الكعكة، ولكنه لم يرفض أن يتقاسم معه بقية الطعام. طيب بعد ذلك ذهب كل منهم إلى إيه؟ إلى بيته. بعد انتهاء اليوم الدراسي عاد الجميع إلى منازلهم، وبدأ كل منهم يفكر: هل أنا مخطئ في أي شيء أخطأ؟ هل أنا مخطئ؟ سؤال حاول كل منهم التوصل لإجابته. توصل يوسف إلى إجابة سؤاله باستشارة أخته يسرى، فقالت له: يسرى يا أخي، الصداقة أغلى من كل إيه؟ من كل شيء. كيف تفضل كعكة السكر على صديقك؟ عليك أن تتصل به تليفونيا وتعتذر له. إذا هنا أحمد استشار مين؟ أحمد يوسف. يوسف استشار مين؟ يوسف استشار أخته إيه؟ أخته يسرى، فنصحته أن إيه؟ أن الصداقة هي أغلى من أي إيه؟ من أي شيء. في نفس الوقت أحمد استشار من؟ استشار أمه. ناخد بالنا أول من كل واحد استشار مين؟ يبقى يوسف استشار أخته يسرى، وأحمد استشار إيه؟ استشار أمه. طبعا الأم قالت له إيه بقى؟ فقالت الأم: كيف حدث ذلك يا بني؟ تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكة السكر؟ هذا أمر عجيب لا يحدث بين صديقين. عليك أن تهاتف صديقك يوسف وتتحدث معه، ولا تقاطعه ولا تذكره بما حدث. يبقى كل منهما نصح إيه؟ نصح يسرى، نصحت يوسف أن الصداقة أغلى من كل شيء، وكيف يفضل كعكة السكر على صديقه. وأحمد أمه نصحته بأن إيه؟ أن هذا لا يحدث بين الإيه؟ بين الأصدقاء، وكيف يترك صديقه من أجل كعكة سكر. طبعا فنصح الأم، نصحت إيه؟ الأم نصحت أحمد أن هو إيه؟ يتصل معه إيه؟ عن طريق الهاتف، أن يتصل به هاتفيا. طبعا أحمد كان سعيد جدا بهذا الإيه؟ بهذا الكلام الذي قالته له أمه، وهو كان يتمنى أن يتحدث مع صديقه. قفز أحمد سعيدا كي يتصل تليفونيا بصديق يوسف، لكن التليفون كان مشغولا. لماذا التليفون كان مشغولا؟ لأن في نفس الوقت يوسف كان يحاول الاتصال، أو يحاول أن يكلم صديقه أحمد في نفس الوقت. قال له يوسف، قال يوسف لأحمد إيه بقى؟ قال له: لقد أخطأت، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها، أنت صديقي دائما، صداقتك هي الأحلى والأغلى. يبقى هنا يوسف إيه؟ اتصل بإيه؟ هو يوسف هو اللي اتصل بإيه؟ بأحمد، وقال له إن إيه؟ صداقتك هي أغلى وإيه؟ وأحلى من إيه؟ من 1000 كعكة إيه؟ سكر. في الصباح بقى تاني يوم، كان يوسف يتحسس حقيبته، يعني كل شوية يطمئن أن حقيبته فيها الشيء الذي يريده. لماذا كان يتحسس حقيبته؟ ليتأكد للمرة الألف من أن هناك كعكتين من السكر، واحدة له والأخرى لصديقه أحمد. يبقى هنا أحمد يوسف أخذ معه كعكتين من السكر، واحدة له واحدة لصديقه إيه أحمد. ويوسف قطع عهدا على نفسه لا يحدث ذلك إيه الموقف مرة أخرى، فصداقة أحمد تساوي 1000 كعكة سكر. يبقى أنا استفيد إيه من الدرس ده؟ إن الصداقة هي إيه؟ كنز لا يفنى، وإن الصديق هو الذي إيه؟ هو الذي ينفعنا وقت الضيق، حاجات معروفة جدا. وإن الصداقة هي إيه؟ أحلى وأغلى ما في إيه؟ ما في الدنيا، والأصدقاء الإيه؟ الأوفياء. تعالوا مع بعض نشوف بعض اللغويات براءتها.
المراد نقاؤها وصفاؤها، له هلعبها فناء يعني ساحة المرح السرور، تقاسمنا تشاركنا لدي عندي شهية لذيذة، أطرق صمت تفارق تترك، تقاطعه تخاصمه، أرغب أريد وأطمع في يستشير يطلب مشورتها، تهاتف تتصل به عبر الهاتف، عهدا ميثاقا والمراد اتفاقا. شوف بقى بعد كده القصة، الفصل السادس من قصة علي مبارك. عنوان القصة الفصل السادس عنوانها وزير التربية والتعليم. طبعا علي مبارك معروف بسعة اطلاعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته على إدارة ما يكلف به من أعمال حتى وإن كانت في غير تخصصه في الهندسة. لازم نعرف إن التخصص بتاع علي مبارك كان تخصصه في الإيه؟ في الهندسة. علي مبارك كان متخصصا في الهندسة، ومع ذلك كان عندما يكلف بأي عمل في أي مجال آخر فإنه يقوم به على أكمل وجه. كلفه عباس خديوي عباس، كلفه بوضع قانون ينظم التعليم في مصر، لأن التعليم في مصر لم يكن له قانون يسير عليه. وطبعا نجح علي مبارك في إيه؟ في وضع هذا القانون، وأعجب به عباس، ولذلك أسند إليه عباس أكبر منصب في ميدان التعليم، عينه ناظرا للمعارف. ناظرا للمعارف اللي هي أي وزيرا للتربية والتعليم في الوقت الحالي يعني. طيب، هل المدارس المصرية قلنا هو وضع لها قانون، يبقى المدارس المصرية كان ليس لها قانون ينظم سير التعليم فيها ويؤدي الفائدة منه. ليه؟ لكن لإيه؟ لأن التعليم كان في أيدي الإيه؟ الأجانب. الأجانب طبعا لن يهتمون بوضع هذا القانون، لن يهتمون بالتعليم في مصر، فكانوا يعبثون في التعليم كيف إيه؟ كيف يشاؤون. كان علي مبارك بقى عندما تولى منصب ناظر المدارس، كان يضع بنفسه الكتب للمدارس ويعاون المعلمين في تأليف هذه الكتب، وكان يشرف على مأكل التلاميذ وملبسهم وراحتهم وتعليمهم. طبعا هذا الشيء كان يفتقده علي مبارك وهو في إيه؟ وهو صغير السن في المدرسة. كان نفتكر مع بعض كده انه كان لا ياكل غير الجبن والزيتون، وكان لا ينام على الحصير، لكن هو حاول ان يعوض ايه التلاميذ ما ايه ما راه في طفولته او في صغره، فكان يشرف بنفسه على ماكل التلاميذ وملبسهم ويعلم التلميذ كيف ياكل وكيف يلبس ويهتم بايه بتعليمهم. فكان يعلم بنفسه التلميذ كيف ياكل ويقرا ويكتب ويلبس، وكان يلاحظ المعلمين، كان يلاحظ المعلم كيف يلقي الدروس، كيف يوصل المعلومة إلى الإيه؟ إلى التلاميذ، وكان يشدد على الضباط والخدمة في القيام بأعمالهم خير إيه؟ خير قيام. ده ملخص سريع لإيه؟ للفصل السادس من القصة. وبكده نكون خلصنا مع بعض درس الصديقين وكعكة السكر والفصل السادس من القصة ووزير التربية والتعليم. يا مستر انا مش عارفه بقى، انا دوست غلط ولا صح؟ انا دوست على الاكس، مش عارفه.